احنا النهارده بنحتفي ونحتفل بقوه ناعمه جديده لمصر في القاره الافريقيه. بنحتفي ونحتفل بتاسيس وتدشين الاتحاد الافريقي للملاحه الرياضيه برئاسه مصر ودوله المقر مصر. هذا الاحتفاء وهذه الاحتفاليه بتتضمن مجموعه من الفعاليات. بدات بالامس الدوره التدريبيه الافريقيه الاولى لاعداد الكوادر في مجالات الملاحه الرياضيه، اعداد المدربين المحكمين المنظمين راسمي الخرائط. يليها انطلاق البطوله الافريقيه الاولى للملاحه الرياضيه والحدث الافريقي الاول صناعه لتاريخ الملاحه الرياضيه في افريقيا بتتولاها مصر. والحدثين دول الحقيقه بيشارك فيهم حوالي 66 مشارك ومشاركه من 12 دولة أفريقية، منها الكاميرون، موزمبيق، الكونغو، كوليفوار، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان وغيرها من الدول الأفريقية الصديقة. على التوازي تنطلق فعاليات بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية بمشاركة 130 مشارك ومشاركة يمثلون أكثر من 18 دولة من مختلف دول العالم. بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة فيها 130 مشارك ومشاركة. البطولة الأفريقية الأولى فيها 66 مشارك ومشاركة. اسمح لي أتكلم كالمواطن مؤنس أبو عوف، مش اللواء دكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحادين المصري والأفريقي. الحمد لله على السلامة يا شرم الشيخ. عودة الروح لمدينة السلام. وفق بعض الإحصاءات الرسمية المعلنة نسبة الإشغال تجاوزت 123%. ودي الحقيقة شرم الشيخ اللي احنا نعرفها، شرم الشيخ اللي كل العالم يعرفها، شرم الشيخ مدينة السلام وأرض السلام، شرم الشيخ مصر الأمن والسلام والاستقرار. الحقيقة هي لعبة وليدة، يمكن كل اللاعبين واللاعبات على مستوى فني واحد، من السابق لأوانه إن أنا أميز اسم عن اسم، لكن ما زال مجال قدامهم يثبتوا وجودهم ويثبتوا أسمائهم في تاريخ اللعبة. نقدر ننتشر بثقافة الملاحة الرياضية في كل ربوع مصر. الملاحة الرياضية مش بس رياضة، هي رياضة وثقافة وسياحة وتربية وإعداد شخصي وما إلى ذلك، كل دوت هي أسلوب حياة. دعم دكتور أشرف صبحي، معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ليس وليد اليوم. هقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، هذا الاتحاد الوليد ولد على يد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وقتما كان مساعدا لوزير الشباب والرياضة، هو اللي أشهر وأسس هذا الاتحاد على يديه. ثم استمر ولا يزال الدعم مستمر، مش بس دعم مادي ومتابعة لكل التفاصيل، يمكن كان لغاية وقت قريب متابعة دقيقة بواسطة أجهزة الوزارة والزملاء في الوزارة لكل تفاصيل الحدث، واطمئنان على جاهزية الاتحاد المصري لاستقبال وتنظيم هذا الحدث الأفريقي الأول.